كان بإمكان سعاد أن تلقي بكل تاريخ أجدادها وتاريخها وتاريخ عائلتها في أي مكان مهمل، تنقله إلى مكب النفايات وتغادر هذه الذكريات في حينها. لكن كان لها رأي آخر، هي وابنتها قررتا أن تجمعا كل ما مر عليهما من تاريخ هي وأسرتها ليتحول اليوم إلى دار سعاد، تلك الدار التي تضم كثيراً من إرث هذه العائلة، عائلة البشارات. كان لفيروس كورونا وتسببه بالإغلاقات والعطل أن يحول تاريخ هذه الأسرة إلى واقع موجود على الجدران وفي أروقة هذه الغرف. دارة سعاد هي اليوم ترسل لنا جميعاً رسالة بأن تاريخ الشعوب يبدأ من تاريخ الأسر والعائلات، فحافظت عليه سيدة، ثم جاءت من بعدها ابنتها لتحافظ وتوثق وتضعه على أرض الواقع. نحن اليوم أمام خفايا حكاية من طراز رفيع، هي ذاكرة عائلة من ذاكرة وطن، دار سعاد وخفايا الحكاية. تفكر مليا وكثيرا في سيرة هذه الأم سعاد، اسم على مسمى، تجد أنها أنجبت وربت ولم تقذف بأي شيء شهدته منذ ولادتها إلى القمامة أو حتى أتلفت، بل احتفظت به ليكون تاريخاً يؤكد أصول عائلتها على هذه الأرض. هي تحفة نادرة، عقل وفكر، فكر أيضاً بشكل منطقي لتصل اليوم إلى هذه الدارة، تلك الدار التي تفيض وثائق مكثت مع ابنتها سنوات عديدة وهي تفرغ بها وتعيد ترتيب الأشياء لتبقى بنفس قيمتها التاريخية الثمينة. فما هي قصة الأم سعاد وابنتها لانا البشارات؟ البداية كانت من وقت الكورونا، لما قعدنا كلنا بالبيوت اجت الماما قالت لي تعالي أعرفك على هدول الصور، عندها ألبومات كتير قديمة، وأنا بصراحة ما كنت مهتمة لا أطلع عليهم ولا أشوف مين الصور ولا عندي الوقت لهالإشي هذا. لما إجت فرجتني الصور وصارت تقول لي هادي مين وهادي مين وهذا جدك وهذا أبو جدك، فصار عندي كتير اهتمام وإلمام أكتر أعرف بقية العيلة وأعرف كل صورة من أي سنة، في إشياء كان عليها سنوات، في إشياء كنا نحسب التاريخ أصغر واحد وقدي لها هاي الصورة، وصرنا بهاي الطريقة نجمع كل المعلومات الخاصة بكل الصور. لما خلصنا كل هاي الصور صارت تقول لي هاتي نعمل نكمل شجرة العيلة، خلينا نكتبها ورا بعض، فخلتني أجي أقعد أكتبها، بدي أستفيد من المعلومات اللي عند أمي. صار عندي اهتمام أكتر وصار عندي شغف بهذا الموضوع، لأنه لقيت إنه إشي كتير حلو، يعني ما كان عندي الوقت أهتم فيه، بس الكورونا أعطتني المجال الكبير، عملت كل الصور ووثقت شجرة العيلة، بس هذا أخذني فترة شوي وقت طويل حتى قدرنا نخلصها. لم يكن اسمها سعاد، بل كان اسماً آخر، لكن تم تغييره. وصلت اليوم إلى قمة عمرها وعطائها وإنجازها، هي سيدة متعلمة محبة للتاريخ والتراث، تنقلت من السلط ثم رام الله وإلى بيروت، انتهى أيضاً بها المطاف هنا على طريق المطار في قرية أم الكندم أو أم القمح. الماما كان اسمها لما ولدت رامونا، سماها جدي رامونا، لكن الأمير عبد الله هو طلب تغيير اسمها من رامونا لسعاد، قال له بحب أن تكون اسم بنتك اسم عربي فبحب أنك تسميها سعاد، فصارت الماما تغير اسمها من رامونا لما ولدت لسعاد. يعني من أنا صغيرة كثير بحب الأشياء القديمة، ودائماً من أنا صغيرة بحتفظ بكل مكتوب صورة أي إشي، فمع الوقت صار مثل عندي كتير، يعني بحب أنا بالنوع اللي بحب أطالع، بحب ألاحق أشياء كتير يعني، وبسلي حالي وبتم مشان هون يبقى شغال مش أصير أنسى وأصير هيك، فصرت أفكر بهالأشياء وأنا من نوع اللي بحب القديم، فسببت إنه في أشياء صار وصار عندي هون اللي شجعني، هون كان مشغول يعني في أشياء ومشغول. لما خلصنا ونظفنا إجت الفكرة عندي كل هالمجموعة ليش ما أسوي؟
أيام كانت ابنتها لانا ترسم وتخطط لتضع تاريخ عائلتها في هذا المكان ليكون مرجعاً للأجيال. هي تعلم أن أصالة الشعوب بتاريخها، الحمام القديم، عطر جدتها وأمها، أشياء منذ أكثر من 200 عام ما زالت كما كانت بكل أناقتها ونظافتها وقيمتها. كل قطعة تروي قصة وحكاية وتاريخا مهما يوم أن كان الوعي في قمته وما زال حتى اليوم، نقلته حتى لأجيالها وأحفادها وأبنائها. هدول على زمان بيت عمي من زمان كتير يعني، وأنا من النوع اللي بحب القديم، ففي أشياء عندي يعني في ناس بحبها، أنا من النوع القديم بحب القديم وبحب الأشياء اللي فيش مثلها بيكون أو إشي. فهالإشي هذا صارت هالمجموعة، واللي ساعدني أكثر هون فضي كان قبل مشغول محطوط، فالفكرة إجت لأنه كل هالإشي عندي خليني أجرب هذا، قمت هيك بل ضبط الموضوع صار عندي متحف. فالمهم إنه أشياء هاي قديمة وحلو الإنسان يحتفظ فيها وذكريات حلوة. فالحمد لله ونشكر الله أنا انبسطت إني قدرت أعمل هذه الأشياء، مبسوطة. هذا هو الجمباز، ليس أي جمباز، بل هي للجد والجدة والأب والزوج، ملابس متعددة وكتاب سماوي بعض نسخه هنا يتجاوز عمره 150 عاما. حتى بوريه الأمن العام ما زالت تحتفظ بها حتى اليوم، لها قصة وتاريخ في هذا المكان العابق بالتاريخ. هذا الأزاز هو كان بالقديم كان يكون اللون الأبيض، فمع الوقت وكذا صار يعملوا الألوان للضيافة بالألوان الأخضر والألوان البني. الماما ضبطهم وحافظت عليهم لأنه كان بالزمانات كمان بيوتهم بالصلت الماما، فهدول من البيوت اللي حافظت بعض الأشياء اللي حافظت عليها من أيام الصلت. عندها الساعة القديمة للجدود، هاي الساعة كانت بتتعبى بالمفتاح، هلأ منعبيها بالمفتاح بترجع بتشتغل عادية. عندها هدول الساعات، بعدين الأشياء الفناجين، القهوة، الصحون اللي كانوا يقدموا فيها، كمان هاي الأشياء القديمة اللي حافظت عليها، وفي منها هالقد رفيعة رقيقة يعني هالقد حافظت عليها، دائما تقول لي ديري بالك تكسروا. فعندها مجموعة كتير حلوة وكتير كبيرة بالإضافة للفضيات الموجودة هنا. هاي الخزانة بصراحة فيها كتير مقتنيات لستي أم أمي وستي أم أبوي. كانوا بالزمانات ستي دائما معروفة شعرها هيك كان فيه طعجة، فكانت تستعمل اللفافات اللي هن من حديد. البيرفيوم العطر تبع ستي بعده موجود العطر فيه مع الأزازة، يعني زي ما قلت لك لأنه خالتي لولو والماما خالتي دارت بالها عليها، فهن حافظوا على هاي الشغلات القديمة. المكحلة كانت تتميز بأنه كانوا يحطوا الأحرف الأولى عليهم، فمحطوط الأحرف الأولى أسماء ستي موجودة عليهم، موجودة خصل الشعر الصغيرة. بالزمانات كان كل سيدة عندها إنجيل، لو تشوف الكتابات اللي كاتبينها على الأناجيل كل واحدة حاطة ملاحظاتها على هذا الإنجيل، والأناجيل كتير قديمة، في منها من 1910، في منها 1905. بالإضافة لهنا في كتب المدرسة لما كانوا بالمدرسة كلها الماما وخالاتي وكلهم، في الدفاتر اللي مميزين بالشعر المكتوب، النثر، أشياء كتير رائعة وجميلة حافظنا عليها. الطاقية تبعت الأمن العام لجوز خالتي جيريا السلفيتي كان بالأمن العام، ولقينا الصورة تبعته ولقيت هذه كمان من ضمن الأشياء اللي الماما محافظة عليها فحبيت أحطها. راديو قديم له قصة، أول سيدة مسافرة خارج الأردن، وأول من حصلت على رخصة قيادة، وأول مدافعة عن الحقوق، محامية نبيلة، وجهاز الراديو ومشغل الموسيقى أيضا، وكتب أيضا تم حفظها. هلأ إملي هي أول سيدة ساءت سيارة في الأردن، وأول سيدة طلعت درست برا، وأول محامية بالأردن، يعني تخرجت هي من المدرسة وأول واحدة طلعت خارج الأردن اتعلمت. بهداك الوقت ما كان في حدا يطلع، وهي اسمها إملي سلطي، بس هن بكتاب التخريج تبعها بالمدرسة كاتبينها إملي بشارة، كانوا ياخدوها كنوا على أسماء الجدود الأولانية، فهي اسمها إملي سلطي. الجرامافون هذا قديم، يعني الماما بتتذكره، بتتذكر الراديو القديم لأنه كان هذا من الأجداد.
الحلو فيهم انه مكتوب عليهم يعني الدول، اسماء الدول، فانت بدك اي دوله بتحول بالابره على اي دوله بدك اياها. بالاضافه كان شوف قد ايه حجمه كبير، يعني هذا كان ماخذ نص الوسعه الغرفه كان بالزمانات. مشغل الاسوانات جراموفون هذا باليد، لازم تحرك بايدك حتى تعبيه حتى يقدر يشتغل. في اسوانات كثير قديمه كمان موجوده، يعني كثير شيء حلو. الكتب اللي موجوده هنا كثير قديمه، شعر، نثر، اقتصاد، سياسه، دين، من سنة 1900 في كتب. ولما لزقناها لما الماما كانت تطل كتاب كتاب في اشياء كتير كانت ممزعة، فكنت انا وياها تمسك لي الكتاب ابلش الزقه بكل كتاب لحاله حتى احافظ عليه. وهذا يعني متعة، متعة اللي بيمسك كتاب وبقعد بقرأ فيه حقيقة. على هذا الجدار تاريخ عائلتها وشجرة الأصل الطيب. هنا يعود بك التاريخ لقرون ماضية من عمري هذه الأرض، والقصة الفريدة في هذه الشجرة وجود نساء العائلة في شجرة هذه بالنسبة إلي أول شجرة أشاهدها بها أسماء النساء. شوف قصتها وتفاصيلها كتير كبيرة، بس الماما بالبداية لما بلشت بشجرة العيلة ساعدت فريد بشارات بأمريكا بكل المعلومات. كانت دائماً تعطي الماما عندها كتير تفاصيل عن عيلتها، كتير محبة لعيلتها وتاريخ عيلتها، فكانت تجمع لكل المعلومات المطلوبة تبعت له إياها على أمريكا لحتى عمل كتاب عن البشارات باللغة الإنجليزية. بعدين فكانت عندها اوريدي هاي المجموعه وهذه البدايه تبعها. بعدين كمان رؤوف ابو جابر طلب يعمل نفس الشيء كتاب عن عائله البشارات. الماما وفرت له كل المعلومات اللازمه عن العائله بالاضافه الى الوثائق بالرسائل والكتب وكلها اللي موجوده عندها، سلمته اياها وقدر هو يكمل. انا لما اجيت كملت بقيه شجره العائله، يعني وصلنا لتاريخ 2023. بس أكتر إشي مهم أنا أحكي فيهن إني أنا دخلت كل بنات العيلة ودخلتهم لما تجوزوا ومين بناتهم، لأنه من الضروري أعرف. هلأ مش ضروري أنا أطلع من العيلة بس أنا أتجوز والبقية ما يعرف مين أخوه مين ابن عمه مين خاله. فبهاي الطريقة جمعنا البنات، وأظن هي أول شجرة بنحط فيها البنت وبنت البنت. تستمع للأم سعاد، تجد بصوتها هدوءا كبيرا وفي عقلها وثائق مهمة، حكاية تتذكرها كأنها اليوم حدثت. حفظت كل شيء من الضياع. هي المرأة التي جاءت بنصف المجتمع للحياة وربت النصف الآخر، بل وتعدد ذلك إلى حفظ جزء من تاريخ أرضنا وبلادنا التي ما زلنا نحيا ونعيش عليها. كنت في الصلت، كنا ساكنين، بعدين رحت على كانت أختي اللي أكبر مني في بيرزيت واخدت شهادة من بيرزيت، فأنا حملت حالي. بعدين لما يعني صرت شوية أول مرة بتغرب رحت على بيرزيت، طول الوقت أنا أبكي يعني كتير استوحشت، وهناك بيرزيت قرية ومش عارفة كيف كتير ما قدرت أتحمل. حملت حالي نقلت على وين؟ على فرنسا، على رام الله. رحت على فرنسا مش حالي، فبيت بالفرنس. وبعدين بعد ما كنا بالسيام اس بالسلط يعني، وبهذاك الوقت يعني كان منيح اني قدرت اروح، وصارت الافكار عندي شو لازم اعمل شو لازم اسوي. ولما صار عندي هون فضل اي محل استعمله فكرت بهالاشياء موجوده، فكاني بعمل اشي حلو واشي ذكريات حلوه، فطلع من الامر هالاشياء هاي. لانا البنت ورثت كل جميل وسلوك فريد. هذا فناء المنزل ومراحل البشارات، الشجر تحول إلى لوحة فنية. وهنا تشاهد حديقة تفيض بالحكاية والتاريخ الطويل وبأجمل حلة، وعلى يدي سيدتين هنا على طريق المطار. احنا لما بلشناها ما كانتش البداية هينة، لأنه انت هذا مشروع هلأ بتشوفه بنحكي المقابلة سريعة، بس هذا أخذ جهد ووقت وأخذ تعب وأخذ يعني كتير وقت لقدرنا نعمل هذا الإشي ويستمر هذا الموقع للجيل اللي بعدنا، لأنه هذا تاريخ موثق زي ما قلت، هو متحف، هو كتاب مفتوح عن تاريخ العائلة، بس هذه بداية حتى العائلات الثانية تقدر هي تعمل لعائلتها حتى يبقوا كل واحد يأخذ مثل أعلى.
اللي بحبها أقوله أنا هو موجود، وصار الاستمرارية للبقية، مفتوح لأي شخص بحب يشوف كيف تاريخ العيلة وكيف بلشنا وكيف الماما صارت مثل لناس تاني إنه يقدر يحافظ. في كتير عنا كتب إحنا هنا من إمارة شرق الأردن، كيف كانوا يعطوا الكتب، السنوات كيف كانت الورق تبعهم، قديش كان خفيف، رخصة السواقة تبع جدي، فهي كلها موجودة هون موثقة وليس حديثا. فكل شيء بحكي أنا فيه هو موثق بالورق وموثق بالصور الموجودة عنا. وفي السيوف القديمة تبع الجدود، الساعات القديمة، الأختام كيف كانوا يستخدموها. ففي الموقع هنا شغلات كتير ما عم نحكي تفاصيلها، بس في كتير شغلات الكل إذا بيجي بلاقي كتير تفاصيل أكتر. دخلت وخرجت مثقلا بالتاريخ وفخورا بالأم سعاد ولانا الإبنة، سيدتان من الزمن الجميل، الماضي والحاضر والمستقبل، صالحات مؤمنات بوطن يعشقن ترابه وتاريخه، يثبتن أنه لا يمكن للمجتمعات أن تتطور أو تتقدم أو حتى أن تبقى إلى الأبد دون النساء. لذا فقوتهن وصلابتهن هي من أساسيات الحياة لنا جميعا. نوثق لتحفة أثرية نادرة اسمها سعاد ولانا البشارات، أدام الله عليهن الصحة والعافية وحفظ الأردن من كل مكروه وحاسد.